صباح الخير رويدة، صباح الخير على كل مشاهدينا ومستمعينا الكرام. يعني اليوم أنا موجود في سوق الدهان، واحد من أشهر الأسواق في مدينة كربلاء وبالتحديد في مركز المدينة القديم. يعني يشتهر هذا السوق ببيع المواد الغذائية وأيضا الخضار، بالتالي راح نستطلع اليوم آراء الشارع الكربلائي وبالتحديد في هذا السوق يعني لمعرفة أسعار المواد الغذائية إذا كانت مرتفعة أو حافظت على يعني مستواها خلال أيام شهر رمضان المبارك. راح نلتقي يعني بأحد المواطنين الموجودين لبيع البيض. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. رمضان كريم عليك. عليكم إن شاء الله صحة وسلامة. يعني اليوم شلون أسعار البيض؟ لا بالنسبة للبيض السنة زينة، يعني رحمة من الله، شوية أكو نزول نعمة، بس المواد الغذائية شوية غالية، كلش غالية، المواد العامة الباقية كلها غالية، كلها صاعدة، ضعف وين صار الأسعار. بس بالنسبة للبيض لا نعمة، أكو منتوج هسه محلي دا يبين الوفرة مالته، نعمة من الله، بس بالنسبة للغذائية لا كلها صاعدة. يعني بيش هاي البيض الأصفر بيش هذا سعره؟ الطبقة 5000. والأبيض؟ 5، وأكو 4.5 غير نوعية هماتين شوية حجم أقل. يعني احنا ما حققنا لحد الان الاكتفاء الذاتي من البيض بحيث البيض يعني الطبقه بخمسه وباربعه لا نعمه كانت ب6000 6.5 ب7 وصلت الطبقه هسه نعمه شويه اكو وفره مثل ما تقول انتاج محلي احسن من ذيك الايام، ذيك الايام لا كلش يعني اسعار مرتفعه كلش، بس هسه نعمه بدا ينخفض شويه هسه بقيت الله برا رمضان شويه اكو انتاج محلي بكثره يصير هماتي يوصل طبقه باربعه 3.5 نعمه رحمه من الله زينه. وزارة الزراعة المفروض تدعم الدواجي. هو أنا قصدي يعني ليش ما أكو لكم دعم؟ إيه بالنسبة بعد هاي تدري أنت ماكو حكومة مرت العراق تدعم هاي من 2003 لحد الآن ما حد يدعم القطاع الزراعي بالنسبة كله هذا كله معتمدين على مال إيش اسمه؟ مستورد. شكرا. نعم مشاهدينا ما زلنا مستمرين بهذا الاستطلاع في داخل سوق الدهان في مدينة كربلاء، وراح ناخذ ايضا اراء يعني بعض المواطنين. السلام عليكم. السلام اغاتي. اهلا. والله المواد الغذائية الان مرتفعه، كلش مرتفعه من جميع الناحيه مرتفعه. يعني ابسط مثال كانت هاي قطيج معجون الزغيره ب 2000 دينار تقريبا 2500 مرتفع، ابسط مثال يعني هالفاكهه مرتفعه، المواد الخضار مرتفعه، الباذنجان ب 2000 دينار، الطماطم ب 2000 دينار، الخيار ب 1500، الفاكهه صارت من 1000 ل 1500 هاي ايام رمضان كلها ارتفعت والله. الله يعني احنا اليوم نعيش ايام رمضان مبارك، بالتالي يعني شنو توجه رساله مع هذا ارتفاع المواد؟ اليوم الفقير شنو يعني من يجيب؟ والله شو اقول لك من عمي هسه، يعني احنا بالنسبه للعده امكانيه يقدر يعني بهذا رمضان المبارك يقدر يشتري وياكل ويصرف ان شاء الله في هذه الايام، بس ما عنده يعني الفقير يظل محتار، ما هاللحظه المحتار يعني منين يجيب؟ اذا هي الاسواق كلش غاليه وراتبه قليل كلش قليل، هم قوت لا مثل ما يقول. ايه يعني نريد احنا يعني شو نقول لك، يعني نريد من الله ومن الحكومه تنزل لنا هاي الاسعار، يعني تتابع مستوى الفقير، مستوانا احنا ناس الفقره، يعني رواتبنا ما جاي جماعه ما جاي تكفي، يعني راتبنا احنا يعطون 300-350 بالشهر من الطين للبيت، تعطي المصروف اللي رمضان هذا صعد علينا، فاحنا يعني شو نقول لك احنا نريد من الله ومن عندكم شويه من الحكومه شويه تنزلون هاي الاسعار وتدارون. اهلا وسهلا غاك. نعم مستمرين مشاهدينا الكرام بهذه الجوله، وراح نلتقي ايضا باحد المواطنين. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. الله يبركاته. صباح الخير. يعني يوم شوف شلون شفت اسعار المواد الغذائيه، واحنا يعني نعيش ايام شهر رمضان المبارك وهذا الارتفاع اكيد راح ياثر بالتالي على المواطن. مع الاسف على هيك شيء الاسعار جدا جدا صعدت، يعني هي عندنا موجوده ساعه، عندي هاي السبحه انا قبل رمضان ابيعها ب 1000، ليش برمضان ابيعها 1500؟ انت تقول لي جبتها جديده وجبتها طريق، لا ماكو هيك شيء، البضاعه نفس البضاعه، بس هاي النفسيه بعض طبعا عند البعض مع الاسف، يعني كنا جماعه هوايه كثيرين والله نفس الاسعار يبيعون ما صعدوا، بس اكو ناس لا والله مع الاسف. يعني برايك ماكو دور رقابي للجهات الحكوميه؟ هو هذا اللي نفتقده احنا، هذا الدور الرقابي نفتقده، يعني لو اكو دور رقابي هنا ويحاسبون ليش صعدت ليش كذا، مع العلم ما يصير هالشكل، وانما صار على قولة اهلنا يقولون حلل، صايره حلل حلل بهاللفظه هذه. شكرا. مع الاسف. اهلا وسهلا. نعم يعني استمعنا واياكم الى اراء الشارع الكربلائي وفي سوق الدهان بالتحديد، معاناه كبيره بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائيه. هذه عوده لك رويده بالاستوديو مره اخرى.